قالت النائبة عن تحالف سائرون هيفاء الأمين من داخل السفارة العراقية في لبنان إن العراق بلد متخلف وشعبه متخلف وغير متحضر واللبنانيون متحضرون، وذلك في معرض كلامها أثناء ندوة حوارية أقيمت في السفارة العراقية بلبنان. فنشاهد. أنتم مجتمع متحضر متنوع. نحن هذا التنوع في العراق غالب طابع العادات والتقاليد والموروث القديم والمتخلف، والذي يحتاج إلى جهد كبير ووقت أكبر لأن نتجاوز الكثير اللي ما بيفايد لهذا المجتمع واللي ما يطورونه أبدا. أنا من الجنوب، فمن أتحدث أكثر تركيزي وإحصائياتي والأمثلة اللي أطرحها هي في الجنوب، والجنوب هو أكثر تخلفاً كمنطقة قياساً في بغداد وقياساً في كردستان التي تجاوزت كثير من التراجع في نسبة الأمية في العمل.